هاديبور استقالام طالبان هاديبور هاديبور المجالس معتصمات هاديبور هاديبور. أولا اليوم نحن بصدد وقفة احتجاجية لعموم الصيادلة الذين يقفون أمام دار الصيدلي احتجاجا على الوضعية اللاقانونية لمجالس الهيئة بما فيها المجلس الجهوي صيدلة الشمال والمجلس الوطني للصيادلة الذين لم ينظموا انتخاباتهم منذ سنة 2017 بانتخاب نصف أعضاء المجالس وانتخابات شاملة للمجالس منذ سنة 2019، وبالتالي اليوم الصيادلة ومهنة الصيدلة وقطاع الدواء برمته يعيش بدون مجالس شرعية قرابة الأربع سنوات، وهذه الوضعية لا شك أنها أرخت بظلالها على الوضع التنظيمي وعلى تداعيات كبيرة بالنسبة لصيادلة الصيداليات في مختلف المدن، وأيضا على مختلف الملفات المتعلقة بقطاع الصيدلة، وأيضا بالتمثيلية الشرعية المطلوبة أمام المؤسسات الشركة. فاليوم وزارة الصحة لا تقبل التحاور والنقاش والتشارك والتشاور مع المهنيين الصيادلة على اعتبار اللا شرعية ديال هاد مجالس الهيئة. اليوم احنا هنايا امام دار الصيدلي بالرباط للمطالبة بإعادة الشرعية للمجالس الهيئة، سواء تعلق الامر بهيئة الشمال او بهيئة الجنوب. الواقع ان هناك قانون اللي هو ظاهر ديال 1976 الذي ينظم الهيئة والذي يلزم هذه الهيئة بتنظيم انتخابات، وإلى أنه ب 2019 في الوقت اللي كان على الهيئة أن تدعو إلى الانتخابات تراخت عن ذلك، والآن مرت ثلاث سنوات ولا زالت تتراخى بذريعة أن هناك مشروع قانون اللي هو القانون مشروع قانون 98/18 الذي يتداول داخل البرلمان، وهذه الهيئة تقول بأنه يجب انتظار إخراج هذا القانون لأنه فيه الجهوية. صحيح أن الجهوية هي مطلب من مطالب جميع الصيادلة، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تعطيل قانون ساري المفعول في انتظار إصدار مشروع قانون. هذا هو مشكل اللي كاين حاليا. إذا حنا كنطالبوا هاد الناس باش يدعوا إلى انتخابات وما ينتظروش حتى يجي الوزير ويحل المجالس ويفرض سلطته على الصيادلة اللي هي قطاع منظم.